يسعد أوقاتكم بكل خير ومحبة. أنا رولا صباغ، سكان مدينة بيباس، بشتغل مع مؤسسة كريتاس القدس، فرع الشمال، مقر بلدة الزبادة في الجنوب الشرقي من مدينة جنين. قبل العدوان على غزة كنا باستمرار نواجه معيقات وتحديات خلال أوقات عملنا وفي حياتنا الشخصية، منها وصولنا إلى أماكن عملنا، نحتاج الزبيب ونواجه دائما باستمرار التنقل ما بين المدن والقرى في المناطق الفلسطينية. بيكون في عنا ورش عمل وأنشطة وتسليم مشاريع للمستفيدين يتم إعطائها من قبل الجيش الإسرائيلي من خلال الاقتحامات المستمرة وإطلاق النار الانتشاري. إلا أنه بعد العدوان على غزة ازدادت حدة ووتيرة هاي الاعتداءات بشكل كبير، ابتداء من الاعتداءات الأكثر خسارة وهي الاعتداءات على البشر والقتل المتعمد والعشوائي للفلسطينيين، بالإضافة إلى طبعاً الاقتحامات المستمرة للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية اللي بتحول من أداء عملنا بشكل منظم وحسب خطتنا. بنكون عاملين ومنظمين ورشة في مكان معين أو عندنا تسليم اتفاقين مع الموردين ومع المستفيدين لتسليم المشاريع بعد الاقتحام. هذا الشيء بيأثر على إنجازنا للأعمال، مما يتطلب جهد مضاعف منا حتى نكون بالإنجاز حسب خطط العمل الموجودة. بالإضافة لهيك بنكون في بعض الأحيان متشغلين في تجمعات إنه بيصير اقتحام هاي التجمعات اللي إحنا عايشين فيها، لكن طبعاً بيزيد العائق أكبر بشكل أكبر هو فصل أو قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، فما بنقدر نعرف أي شيء عن الطريق حتى للعودة لمنازلنا أو لمكتبنا. في تحديات كبيرة نواجهها باستمرار في حياتنا اليومية للوصول إلى الخدمات الأساسية وأهمها خدمات التعليم والصحة. فالتدمير للشوارع والبنية التحتية بعيق حركة السيارات والمركبات، بيؤدي إلى تلفها وبعيق من وصولنا لهذه الخدمات. وكمان أيضا حصار المستشفيات والاقتحامات بالمراكز الصحية والمستشفيات والاعتداءات على الناس وإطلاق النار العشوائي في المناطق القريبة أيضا يعيق وصولنا لهذه الخدمات. بالإضافة طبعا للاقتصاد الصعب يكون المسؤول السكان فاتوا لخدمات التعليم من خارج الجامعات في مدارس لعدم قبول كل أحد لدراسات الجامعين إلى أبنائهم. طبعا كمان بسبب الاقتحامات المستمرة وإطلاق النار العشوائي استدعى الأمر إنه يكون التعليم عن بعد في بعض الأحيان تتوقف العملية التعليمية، وهذا أقصى حقوق الأطفال والشباب وصولهم على التعليم. وايضا تدهور الوضع الاقتصادي ادى الى اغلاق بعض المحال التجاريه او انكسار بعض المحال، وذلك بسبب ضعف القدره الشرائيه للاسر لعده اسباب، منها انه الموظفين لا يتقاضوا راتب كامل، يتقاضوا راتب جزئي، عمال اللي كانوا يشتغلوا في الداخل صار لهم ما يقارب السنه بدون اي مصدر للدخل، بالاضافه لاعتماد التجار درجة كبيرة على أهلنا في الداخل اللي غير قادرين على الوصول إلى المدن الفلسطينية ولجنين تحديداً بسبب إغلاق المعابر وأيضاً الوضع الأمني الصعب. بالإضافة إلى تدهور الوضع النفسي لإلنا وحالات الذعر والهلع اللي بتصيبنا وخاصة الأطفال خلال ذهابهم إلى تلقي التعليم في المدارس والاقتحامات المفاجئة، وأيضا خوفنا على أهلنا في أماكن عملهم اللي بيشتغل في رام الله واللي بيداوم بأريحة من أفراد أسرتي، فمنضل كلكانين على بعض. الطريق بدل ما توصل ساعة قاعد بتاخذ 3 ساعات، بتعرضوا كمان إلى في بعض الأحيان إلى الإهانة على الحواجز، ويتعرض الفلسطينيين في بعض الأحيان إلى ضرب على الحواجز، فمنضل عايشين بحالة قلق مستمر. بنأمل إنه في الفترة القادمة تحسن الأوضاع، تبدل حالنا إلى أفضل حال، إنه نقدر نعيش مثلنا مثل باقي شعوب العالم، نقدر نتلبى الخدمات الأساسية على الأقل بكل سلام وأمان، نعيش بحالة من الاستقرار والاستقرار النفسي. دمتم بخير.